أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت جرعى توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل جسر مبيخة، ويوجه باعتماد مشاريع لتعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بالشحر. صحة ساحل حضرموت تفتتح مشاريع صحية في مديريتي الغيل والشحر. مكتب التربية بساحل حضرموت يختتم منافسات البطولة المدرسية للعبة تايكواندو 12. أهلا بكم. رعى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارس سالمين البحسني توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل جسر مبيخة بمدينة المكلا المتضرر من السيول التي تشهدها المدينة، وتبلغ قيمة العقد 455,307 دولار، والذي ينص على إعادة البلاطات السطحية للجسر وتأمين مخارجه من السيول وسفلتة ما قبل وبعد الجسر وربطها بالخط الرئيسي من الجانبين، وسيتم تنفيذه بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق خلال 3 أشهر. وأكد محافظ حضرموت على أهمية إنجاز الجسر بمواصفات معتمدة وعمل الحمايات ذات الجودة العالية لمخارجه لتأمينه من السيول. وجه محافظ محافظة حضرموت باعتماد 3 مشاريع رئيسية لتحسين منظومة المياه والصرف الصحي بمديرية الشحر. جرى ذلك خلال لقائه اليوم مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين سعيد بارزيق، ومدير عام المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي بساحل حضرموت المهندس وهيب غانم، للبحث معهم أوضاع المديرية واحتياجاتها في مجال قطاع المياه والصرف الصحي لتعزيز منظومة البنية التحتية والاستعدادات للصيف القادم، حيث وجه المحافظ لجنة المناقصات باعتماد وإنزال المناقصات لمشروع الخط الناقل قطر 250 مليمتر وبطول 11 كيلو من حقل مياه الموجة المغذي لمدينة الشحر، ومشروع توريد وتركيب خط مياه مرتفعات مدينة الشحر قطر 160 مليمتر، ومشروع تأهيل وصيانة خزاني الدكداك والرصاصة الحديدية. التقى محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء ركن فارس سالمين البحسني بالمستثمر مسلم الكثيري مالك شركة 3S مينرال العاملة في كربونات الكالسيوم بمنطقة يثمون بمديرية الديسي الشرقية، وتعرف المحافظ من المستثمر على سير عمل الشركة في مجال الاستثمار المعدني للصخور البركانية البوزلانا والجبسة، وتوجهات الشركة لإنشاء لسان بحري لتصدير المنتجات والمواد والخامات المعدنية. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للمستثمر لإنجاح توجهاته بإنشاء لسان بحري لتصدير المنتجات المعدنية بالمحافظة. اختتم فرع شركة النفط بساحل حضرموت أعمال ندوة واجبات الموظف بالحفاظ على المعلومة بإلقاء محاضرات توعوية في استراتيجية الحفاظ على سرية العمل المتصل بالأمن القومي والاستراتيجية. وفي الندوة التي حضرها قيادات العمل الإداري والنقابي بفرع الشركة وممثلين عن الأجهزة الأمنية، أكد فضيلة الشيخ صالح الشرفي على أهمية حفظ سرية العمل من الجانب الشرعي لما فيه تحقيق للمصلحة العامة. كما تحدث العقيد صالح الجعيدي عن جهاز الاستخبارات موضحا أن إفشاء سرية معلومات الوظيفة العامة جريمة يعاقب عليها القانون. إلى ذلك أعلن محافظ حضرموت في الجلسة الافتتاحية عن تنفيذ بناء خزانين بسعة 23,000 طن وضمن عدد من المشاريع لتعزيز أداء فرع شركة النفط في المحافظة، موضحا أنه تم الانتهاء من إعداد دراسات وسيتم خلال الأيام القادمة إنزال مناقصة المشروع إلى جانب بناء مرسى عائم للبواخر وناقلات النفط بسعة 130 طن، بالإضافة إلى إنشاء مبنى خاص لإدارة المنشأة بمقر الشركة. نحن سوف نطور الشركة، سنعمل باستمرار إلى التفكير في مشاريع إضافية لكي تنهض هذه الشركة، وعندما تحسن الموارد وتحسن الرأس مال حق الشركة
لن نتأخر في هذا الموضوع، وفي القريب العاجل سنعمل على، أعطينا توجيهات بعمل ما يلي: سيتم الإعلان عن مشروع بناء عدد 2 خزانات، 2 خزانات بسعة 23,000 طن، 23,000 طن، يعني زي اللي موجود أو أكثر منه بشوية، يمكن اللي موجود يمثل 40% من هذا، وأنت ما أدرى. هذا مشروع مهم جدا، دراسات تمت، مناقصات تنزل، سينفذ في هذا العام. 2، سيتم مشروع مرسى عايم، استقبل بواخر 130,000 طن، استقبل بواخر 130,000 طن، وهذا مهم جدا لتزايد الطلب ولتزايد حجم البواخر التي ترد إلى ميناء المكلا. سيتم بناء إدارة منشآت الشركة، مبنى إدارة منشآت الشركة، هذا مبنى ضروري سيتم بناءه إن شاء الله في القريب العاجل. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على سير العمل الجاري في مشروع بناء الدور الأول لمركز الأورام السرطانية بمدينة سيئون، حيث تبلغ تكلفة المشروع 72 مليون ريال بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة. واستمعت سلطة الوادي إلى شرح مفصل من مدير المركز الدكتور هشام بن سميط والمقاول المنفذ للمشروع عن سير العمل في المشروع، والذي بلغت نسبة الإنجاز فيه بنسبة 70%. وشددت السلطة على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والجدول الزمني للمشروع. اطلعت السلطة المحلية بوادي وصحراء حضرموت على سير الحملة العلاجية والجراحية الأولى لأمراض العيون المياه البيضاء المجانية بمستشفى سيئون العام. وتعرف سلطة الوادي من رئيس الفريق الطبي للحملة الدكتور بندر كريم الزارع بأن الحملة العلاجية المجانية تهدف إلى تخفيف معاناة المرضى من خلال القيام بالكشف الطبي لهم وإجراء أكثر من 120 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء وتقديم الأدوية والإرشادات الطبية اللازمة بإشراف فريق طبي متكامل وبمشاركة عدد من أطباء العيون بالوادي، لافتا بأن الحملة ستستمر حتى 28 من فبراير الجاري. وثمنت السلطة المحلية بالوادي الحملة العلاجية التي تأتي امتدادا لما يقدمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من خدمات ومعونات إنسانية للشعب اليمني والوقوف إلى جانبهم في هذه الظروف الصعبة. أكد مدير دائرة الغاز بالشركة اليمنية للغاز بصافر المهندس محسن وهيط أن الشركة ما زالت مستمرة في عملها في عملية ضخ الغاز لمحافظة حضرموت. وقال في تصريح لبرنامج حديث الشارع الذي بثته قناة المكلا مساء السبت أن الشركة عملت على تحويل كميات كبيرة بمعدل 4 صهاريج غاز يومية لمحطة الريانة، عوضا عن منشأة بروم الذي توقف العمل معها بسبب إشكاليات إدارية مع محافظ حضرموت الذي قام بتغيير مدير المنشأة، منوها أن ذلك من صلاحية الشركة فقط. وتجنبا للمشاكل قمنا بتحويل ضخ اسطوانات الغاز إلى محطة الريان عوضا عن بروم، مطمئنا المواطنين بالساحل والوادي على إنهاء الأزمة خلال الأيام المقبلة. أكد وكيل وزارة التربية والتعليم مدير مكتب الوزارة بساحل حضرموت الأستاذ جمال عبدون في افتتاحه فعاليات المسابقة المنهجية للمجمعات المسائية لليوم الثاني على أهمية دور المجمعات المسائية كتجربة رائدة في الحقل التربوي والتعليمي، وأن المجمعات المسائية ساعدت في استمرارية الدراسة للمنقطعين عن الدراسة لأسباب اجتماعية واقتصادية. وأوضح الوكيل عبدون أن مكتب التربية أصبح لديه 15 مجمعاً دراسياً في مديريات المكلا والشحر وغيبة وزير والريدة وقصيعر والديس الشرقية، خصصت 10 منها للذكور و5 للإناث. وثمن وكيل التربية الجهود التي تبذل من قيادة المجمعات والملتحقين فيها في التحصيل العلمي وما يقدم من أعمال في جميع المناشط اللاصفية وأبرز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية في كافة المجالات.
افتتح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة وسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض حبور الجريري اليوم عدد من المشاريع الصحية والتجهيزات الطبية بمديريتي غيلبة وزير والشحرة، حيث دشن العمل في جهاز الأشعة الرقمية إكس راي بمستشفى مدينة غيلبة وزير المقدم من الشركة العربية للإسمنت، والدور الثاني من مبنى الإدارة الذي نفذته مؤسسة التنمية الخيرية بتمويل من حرم السيد جاسم شاري البدر بدولة الكويت. وتفقد دكتور الجريري بمعية مدير عام غيلبة وزير الدكتور عدنان حمران مبنى الطوارئ التوليدية والتجهيزات الطبية المقدم من الصندوق الاجتماعي للتنمية. وعلى صعيد متصل افتتح مدير عام الصحة بمعية مدير عام مديرية الشحر المهندس أمين بارزيق قسم التغذية بمستشفى الشحر العام الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة وبإشراف منظمة الصحة العالمية، وكذا تدشين العمل في جهاز السي أرم بغرفة العمليات الكبرى الذي قدمته منظمة الصحة العالمية. وفي سياق الزيارة اطلع الدكتور جريري على الأعمال الجارية في مركز الكلى بمستشفى الشحر والتجهيزات المقدمة ولمسات الأخيرة في تشغيل المركز المقدمة من فاعل خير. واختتم مدير عام الصحة زيارته بالإطمئنان على صحة الكادر الصحي سالم عبدون بمنزله بمدينة الشحر. وفي سياق منفصل دشن مدير عام الصحة والسكان بساحل حضرموت الدكتور رياض الجريري الدورة التدريبية الخاصة بمدربي الأمراض التكاملية المعادية بتنظيم من وزارة الصحة العامة والسكان وتمويل منظمة الصحة العالمية. وتستهدف الدورة التي تستمر من 23 وحتى 28 من فبراير الجاري 35 مشارك من محافظات حضرموت والمهرة وشبوة ومأرب والجوفة. وفي التدشين ثمن الجريري الجهود التي تبذلها قيادة وزارة الصحة في توفير التحديثات العلمية في تشخيص الأمراض المعدية الخطيرة والاهتمام بحياة المواطنين العلاجية والوقائية، مؤكدا على دعم السلطة المحلية بحضرموت لتنفيذ مثل هذه الدورات التي تنتج عنها الفائدة العلمية وتعمم للمصلحة العامة. نشرت إدارة الأمن والشرطة بوادي وصحراء حضرموت تقريرا سنوي يوضح نشاط العام الماضي والإنجازات التي حققتها عدد من الإدارات. وبحسب التقرير بلغ إجمالي عدد القضايا الجنائية والمرورية لإدارة الشرطة والأمن بالوادي خلال العام الماضي 338 قضية جنائية، ضبط منها 207 قضية، بينما 131 الأخرى ظلت مجهولة. ووصل إجمالي الموضوعين بالسجن في التقرير 304 سجينة والمفرج عنه 162 سجينة، وبلغ إجمالي الحالات التي عرضت على النيابات والمحاكم 622 حالة، فيما أخمدت مصلحة الدفاع المدني 33 حريقا. منافسات البطولة المدرسية للعبة التايكواندو للنسخة 12 تختتم جولاتها بالصالة الرياضية المفتوحة للألعاب الرياضية بنادي الشعب حضرموت التي ينفذها مكتب وزارة التربية والتعليم بساحل حضرموت على مستوى مديريات الساحل ضمن خطة الأنشطة اللاصفية للمسابقات الختامية للفصل الدراسي الثاني. تفاصيل أكثر في هذا التقرير. اختتام متميز ورائع شهدته منافسات البطولة المدرسية للعبة التايكواندو في نسختها 12 والتي تأتي ضمن خطة الأنشطة اللاصفية للمسابقات الختامية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي التي ينفذها مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة حضرموت على مستوى المديريات بدعم ورعاية كريمة من محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج السالمين البحسني. البطولة التي احتضن أحداث مواجهتها الصالة الرياضية المفتوحة للألعاب الرياضية بنادي شعب حضرموت، وجرت المنافسات تحت 8 أوزان خاض فيها اللاعبون كل على حدة بأوزان قتالية وهي
29 و32 و35 و39 و43 و47 و50 و54 كيلو جرام، وتحت إدارة لجنة فنية تحكيمية من الكوادر الرياضية في اللعبة لمكتب وزارة التربية والتعليم. الإثارة والندية مع المنافسات الشريفة التربوية والتعليمية حاضرة في كافة الجولات القتالية بين مختلف الأعمار والأوزان الذين يمثلون مديريات المكلا بمحورين والشحر وغلبة وزير. وعقب الختام من المواجهات النهائية أعلن عن فوز محور المكلا بالمركز الأول برصيد 67 نقطة بطلا للبطولة، فيما حل محور فوة برصيد 36، وثالثا مديرية الشحر ب 33 نقطة على المستوى الفرقي. أما على المستوى الفردي ففي وزن 29 كيلو جرام جاء الأول صادق أمين بخميس من المكلا، والثاني رضوان إبراهيم ردفان من محور فوة، والثالث حاج عبد الله العجم من الشحر. بوزن 32 كيلو جرام يونس يوسف الشرعبي محور فوة الأول، والثاني عبد الله محمد المعري الثاني من المكلا، والثالث أحمد ماهر سعيدان من الشحر. في وزن 35 كيلو جرام جاء الأول عيسى محمد المعلم من المكلا، والثاني حسين محمد السقاف من الشحر، والثالث علي صالح بسمعيل من محور فوة. في وزن 39 كيلو جرام جاء الأول سعيد عبيد الجمحي من المكلا، والثاني حبيب النوعة من محور فوة، والثالث طاهر محسن السقاف من الشحر. بوزن 43 كيلو جرام جاء الأول عوض عادل بن صالح من الشحر، والثاني جواد محمد ردفان من محور فوة، والثالث عبد الله بن عبد الله بلكاس من المكلا. في وزن 50 كيلو جرام جاء الأول محمد سعيد بن وبر من المكلا، والثاني حسن بروك البحسني من الشحر، والثالث أحمد حسن بارجة من محور فوة. بوزن 54 كيلو جرام الأول عماد أنور بحطاب المكلا، والثاني محمد خالد بغريب من الشحر، والثالث الوليد خالد عبد المانع من محور فوة. هذا وأدار المنافسات فنيا وتحكيميا من الكوادر الرياضية التربوية سعيد عبد الكريم بايماني وعادل عمر باعوبلي وإسلام مبارك بامسعود ووحيد صلاح النوبي وأحمد سالم الخلاقي وإبراهيم سالم النهدي ونواف عبد الله بلعجم وياسر عبد المعين. وكان مسك الختام تكريم الفائزين بالمراكز الأولى على المستوى الفردي والفرقي من قبل نائب المدير العام لمكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة رئيس شعبة التعليم الأستاذ صبري سالم برمادي، ومدير إدارة الأنشطة بمكتب الوزارة الأستاذ علي عمر بحاج، وعدد من الكوادر الرياضية والتربوية والتعليمية بالمديريات المشاركة بالميداليات الملونة والكؤوس، وسط حضور جماهير من هواة اللعبة من طلاب المدارس في مديرية مدينة المكلا. من ملعب نادي شعب حضرموت فادي حقان. نهاية النشرة، نذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. محافظ حضرموت جرع توقيع عقد مشروع إعادة تأهيل جسر مبيخة، ويوجه باعتماد مشاريع لتعزيز منظومة المياه والصرف الصحي بالشحر. صحة ساحل حضرموت تفتتح مشاريع صحية في مديريتي الغيل والشحر. مكتب التربية بساحل حضرموت يختتم منافسات البطولة المدرسية للعبة تايكواندو 12. هذه نشرة الأخبار قدمناها لكم من قناة المكلا المحلية. إلى اللقاء.